أقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي، وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أقام حفل استقبال على شرف أبطال الفريق الذين حققوا الإنجاز التاريخي في بطولة العالم للقدرة والتي اختتمت مؤخراً بتشيلي. وحضر الحفل الذي أقيم في الاستبلاط الملكي عدد من المسؤولين في المملكة، بالإضافة إلى فرسان الفريق الملكي وأعضاء الوفد الإداري والفني والإعلامي المرافق، حيث اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الاحتفالية. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالإنجاز المتميز الذي حققه فرسان الفريق الملكي في بطولة العالم للقدرة والتي شارك فيها نخبة من فرسان العالم، مؤكدا أن الحضور البحريني اللافت في البطولات العالمية دليل على التقدم الملحوظ في مستوى رياضة القدرة والتي حقق فرسانها في السنوات الماضية العديد من الإنجازات الرياضية المتميزة على مختلف الأصعدة. الحمد لله على كل حال. طبعا احنا نهدي مملكة البحرين على رأسهم سيدي حضرة صاحب الجلالة وحكومتنا الرشيدة وبما تعنيه الكلمة اليوم، فرحة رياضية لنا كبيرة، إنجاز تاريخي لنا، أداء عظيم بين فرسان كبار بين دول يعني كبيرة في هذا المجال. رحنا لبطولة العالم متفائلين، وأنا باركت للجماعة يوم قبل البطولة لأني عارف أن الشغل اللي اشتغلناه والتحضير اللي حضرناه كان للفوز وليس لأي شيء آخر. كنا عارفين الفوز، زرعنا في روح الفرسان الفوز وقلنا لهم مبروك مقدما يوم قبل البطولة، وكلهم عندهم هذه الرسالة مني، فراحوا بثقة عالية ولكن حريصين، وفي نفس الوقت كانوا يعني جاهزين نفسيا وجسديا لهذه البطولة، ولله الحمد حققنا بطولة العالم. طويل العمر سمو الشيخ ناصر أن يحقق 5 من أفراد الفريق البحريني إنهاء السباق هو بحد ذاته إنجاز، وقوفهم على منصة التتويج إنجاز بلا شك أن وقوفهم على المنصة رسالة للمستقبل بأن القدرة البحرينية قادمة حتى على مستوى العموم. والله احنا يعني إذا ركزنا على بطولة الحمد لله ننجز فيها، البطولات العادية طبعا تكون يعني ساحة تجارب لنا، ندور الأبطال، ندور الخيل اللي تقدر تصبر معانا، فكل الخيل اللي وديناها خيل أبطال، يعني أكون صريح معاك ما ودينا حصان عادي، الخيل كل اللي وديناها سابقة فلها مجال ولها يعني سباقات وميادين تذكر فعولها، ولكن احنا كالمنتخب الوحيد في بطولة العالم اني ندخل بخمسة فرسان ونخلص 5 فرسان، ما استبعد احد، ما تعور احد وما تعب احد، فلله الحمد فوزنا كان في الفردي وفي الفرق، وايضا اليوم الثاني اللي هو مهم جدا ان احنا فزنا بافضل حالة اللي هو البست كونديشن، هذه تعني كثير ان البست كونديشن انت تفوزه معناته تدريبك وتجهيزك للحصان كان جيد. سمو الشيخ ناصر، أن تتابع السباق وهو مقام إلى أبعد نقطة من العالم، بلا شك أن هذه المتابعة ساهمت على حد تصريح الفرسان بتحقيق هذا الفوز، وكأنك كنت عايش معهم وجهتهم إلى أن وصلتهم إلى منصة التتويج. يعني يمكن آخر مرة في حياتي أكون بعيد عن الفريق في مسابقة مثل هذه، لأن حرق أعصاب
الإرسال ساعات ينقطع، ما في تغطية مباشرة، الإنترنت ضعيف عندهم، فما توصلني الأخبار أول بأول، ولكن كل ما أحصل وقت لازم نطلع توجيهات، بدلنا الخطط أثناء السباق، عرفنا بعض الأمور اللي راح تحصل، اشتغلنا عليها، ما كنا في المقدمة من بداية السباق، كنا 5 دقائق وراء المقدمة، ولكن هذه كلها كانت جزء من الخطة اللي إحنا بنيناها عشان إن إحنا نوصل بأفضل صورة لأفضل حالة للخيل على الفينش لاين.